ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. كيف تقرأ ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية والتأكيد على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ يعني في الحقيقة التعاون والتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية ما بين مصر والأردن من أقدم العلاقات الموجودة مع الدول العربية، يمكن بعد المصالحة العربية مع مصر سنة 88 تم تشكيل لجنة ثنائية ما بين الجانبين لرفع هذا التعاون. يمكن العلاقات الاقتصادية شهدت قفزة كبيرة جدا في السنتين الأخيرتين، يمكن بنتكلم آخر إحصاء رسمي في 2019 بنتكلم على حجم تبادل تجاري يقترب من 900 مليون دولار، منهم حوالي 780 مليون دولار صادرات مصرية إلى الأردن، بينما بنتكلم على واردات من الأردن بحوالي 130 مليون دولار. وبالتالي الميزان التجاري صحيح بيميل إلى الكفة المصرية وعندنا فائض في التعامل مع الأردن، إلا أن الواردات الأردنية كمان هي من الواردات المهمة للاقتصاد المصري. أيضا بنتكلم على، وده الرقم المهم، أن هذه الزيادة في عام 2019 الصادرات المصرية زادت للسوق الأردني بحوالي 53% مقابل زيادة في الواردات من الأردن ب 14%، وده بيعكس أن اللجان المشتركة الأخيرة والتنشيط السياسي والاقتصادي للعلاقات المصرية الأردنية في الأعوام الأخيرة أتى بثمار جيدة جدا على هذا التعاون، خاصة أن احنا بنتكلم على حوالي 499 شركة مصرية موجودة في الأردن باستثمارات تزيد عن المليار دولار، في مقابل حوالي مليار وسبعة من عشرة استثمارات أردنية في السوق المصري. وبالتالي احنا يعني الأردن بتحتل المركز ال 23 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، إنما هي شريك سياسي واقتصادي هام جدا، وهنا ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية بتلعب دور مهم، يمكن يكون أكتر من الأرقام اللي موجودة في اتفاقيات التبادل التجاري ما بين الدولتين. بالفعل يا فندم، السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.